المعدات التكميليه بتكون ممكن البس جلافز، سكينه، ضوء، الاس ام بي او الماركر. وبالنسبه لي انا بعتبرها معده اساسيه جدا لامور السلامه. ايوه بالظبط اللي هي دي. طبعا دي بتتنفخ، تيجي حسب النوع وحسب الموديل بتتنفخ، وبتكون طافيه فوق على سطح الميه، بتكون علامه للطرادات لو في طرادات بتعدي في المكان ان في غواصين تحت. تمام. بالاضافه احيانا لعلم الغوص اللي هو بيجي احمر وفيه خط ابيض. كل العلامات دي علامات تحذيريه للطرادات ان المكان ده فيه غواصين، لان لو لا قدر الله معيش الاس ام بي وجيت طالع وما انتبهتش او الطراد معدي من فوقيه، لا قدر الله تحدث حوادث، ما في خطوره طبعا. وعامه هو الغوص زي ما بنقول هو يعتبر من امن اخطر الرياضات على مستوى العالم. عجبتني هذه، امن اخطر الرياضات في العالم. تمام. لان لو اخذت فيه احتياطات الامان واتبعت التعليمات اللي خدتها خلال الدوره، اوكي، فانت ان شاء الله تطلع 100% امن ومستمتع. تمام. لكن لو ضحيت ب 10% من احتياطات امانك، انت بتعرض لنفسك لنسبه خطر لا تقل عن 40%، من 40 فما فوق. فالنسبه كبيره جدا. فعشان كده احنا بنقول هو امن اخطر رياضه على مستوى العالم. هذا بالنسبة للمعدات، معدات طبعا الغوص الترفيهي بشكل كامل، هي طبعا تتشابه يمكن كلها. تمام. لكن الغوص الترفيهي الاسطوانة، ما طبعا ممكن الواحد يسحره المنظر، هل سعة الاسطوانة تكون هي نفسها؟ طبعا احنا عندنا هنا في عدادات. نعم. اوكي. اول عداد ده بيديني كمية الهواء، او مش كمية الهواء، ضغط الهواء اللي موجود، اللي هو هذا. ايوه اللي تحت. نعم. ضغط الهواء اللي موجود في السلندر. طبعا عامه السلندر بيتحمل 300 بار، اوكي، فال 300 بار ده الحد الاقصى للسلندر. احنا عشان نحافظ على العمر الافتراضي للسلندر ونطول فتره العمر الافتراضي للسلندر، بنحاول نخلي دايما السلندر مليان على 200 بار. 200 بار. طبعا طول ما انا بتنفس فانا بستهلك الهواء، فالضغط اللي جوه السلندر بيقل. صحيح. فبيبدأ المؤشر ينزل معايا. وطبعا على حسب العمق اللي احنا نازلين عليه، لو عمق خفيف او عمق كبير بنبدأ نقول يا جماعة، مثلا لو على عمق كبير بمجرد ما يوصل 70 بار نبدأ نطلع، لان في عندنا حاجة اسمها وقفة الامان او السيفتي ستوب. نعم. اوكي. فمحتاجين ان احنا نقف على عمق 5 متر لمدة لا تقل عن 3 دقائق، فلازم يكون عندي هواء كافي عشان اقف وقفة الامان. طبعا تستوعب الضغط. عشان طبعا احنا كل ما بننزل ضغط الميه بيزيد علينا، فحجم الجسم وبما فيهم الرئه بتبدا تتقلص. نعم. اوكي. او تصغر. فمحتاج ادي فرصه لجسمي يرجع يتمدد بالحجم الطبيعي مره تانية، ومحتاج ادي فرصه لجسمي يطلع الغازات اللي دخلت نتيجه الغوص بامان بدون اي مشاكل. لان لو طلعت مرة واحدة بتعرض لمخاطر وامراض الغوص زي مرض انخفاض الضغط او تجمع فقاعات النيتروجين جوه الجسم. We'll be right back.
الغواص لازم يشيك كل فتره مع هواء قد ايه. نعم. اوكي. طبعا العداد الثاني اللي هو اللي فوق ده بيديني العمق. في عندي مؤشرين، واحد اسود كبير واحد رفيع. الاسود بيديني العمق الحالي اللي انا عليه، يعني لو اختلف العمق اللي انا بنزل عليه بطلع، فبالتالي هو بيديني العمق الحالي اللي انا عليه. المؤشر الرفيع بيديني اقصى عمق نزلت عليه. نعم. تمام. اللي هو طبعا الصغير هذا. ايوه. بالاضافه للبوصله لتحديد اتجاهي. كيف نعرف البوصله طيب؟ والله البوصلة هي بسيطة، نفس استخدام البري هو نفس الاستخدام في البحر. اللهم بتاخد دورة بالظبط تتعلم على تحديد اتجاهك، ولازم تحدد اتجاهك على اتجاه البوصلة قبل ما تنزل، وبتعرف الزاوية اللي انت هتمشي عليها وتبدأ تمشي في الاتجاه بتاعها. خلنا شوي نتكلم. مثلا انا كنت في غوص استكشافي وفجأة رحت لمكان ما لقيت فيه شيء، يعني ده بيحصل نتيجة طبعا، خاصة لو في مثلا تيار، لو أنا نازل على بوية معينة، فبالتالي ممكن التيار أو طراد كبير ربط في البوية فحرك الأنكر أو الهلب من مكانه، فنزلت لقيت الدنيا مش لاقي حاجة، فاضية. فإحنا عندنا دورة تخصصية بنديها في بعد المرحلة الأولى، لأن الغوص مراحل. فبندي طريقة النافيجيشن أو تحديد الاتجاه تحت المي. نعم. أوكي. فببدأ أعمل عملية بحث عن المكان اللي أنا نازل فيه بطرق معينة للبحث. ما لقيتش الحاجة اللي أنا بدور عليها أو اللي أنا نازل عليها أصلاً، بضطر ان انا اطلع، وبتكون دي تجربتي مع الغوص، ان انا نزلت للاسف في مكان، خاصه لو انا مش نازل عليه قبل كده، نازل في مكان فاضي يعني ما ايه استكشاف كان في مكان معدم. بس هو حتى سبحان الله، يعني حتى لو نزلنا في مكان فاضي الا لما بتشوف بعض الكائنات البحريه، خاصه الاماكن الرمليه، يعني دايما تلاقي فيها او الستينجري او اللخمه باللهجه المحليه، لان دايما بتحب تكون في الاماكن الرمليه، وبتلاقي بعض الرخويات، وحيسحرك البحر بكل تفاصيله. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. سعيد جدا باللقاء معك. احنا اسعد يا فندم. الله يكرمك.